يقول تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن القرآن الكريم وفي آيات متعددة يذكر سنة من سنن الله في هذه النشأة، ألا وهي سنة الاختبار والابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هل الابتلاء متساوي بين الناس؟ هذا سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وآله، فقد سئل كما في الرواية عن أشد الناس بلاء. ما دام هناك أشد هناك أخف، إذن ليس هناك تسوية في الابتلاء، هناك عدالة لكن التسوية لا. لما؟ الابتلاء فلسفته إبراز القدرات الكامنة. يأتيك إنسان، يأتي اثنان إليك وأنت مثلا مدرب كمال أجسام، هذا تعطيه أثقال تختلف عن ذاك، فلما تسأل تقول هذا جسمه يتحمل، هذا فيه قابلية يصير بطل، هذا جسمه يتحمل هالمقدار أكثر ما يتحمل. فلأن كل واحد يريد أن يتكامل جسمه فيعطى كل على قدر قابليته، فإذا كان الإنسان قابليته أكثر يعطى أكثر، ابتلاء تمارين شاقة أكثر. لهذا لما سئل النبي عن أشد الناس بلاء قال: الأنبياء ثم الأوصياء، وقيل ثم الأمثل فالأمثل. كلما كان قابلية الإنسان للكمال أكثر يحتاج إلى ابتلاء أكثر حتى يبرز قدراته، من كونها قابلية إلى قوة فعلية إلى كمال فعلي. هذا في قابليكم بطل أجسام، لكن بالتمارين صار فعلا بطل. إذا كان الأنبياء هم أشد الناس بلاء، من هو أفضل الأنبياء؟ النبي صلى الله عليه وآله. فإذا نتوقع قوله: ما أوذي نبي كما أوذيت، فيكون النبي أكثر ابتلاء من بقية الأنبياء لأنه فيه القابلية لأن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى. نأتي على مستوى رجالات المعصوم. الله في الآية قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. جربنا النبي صلى الله عليه وآله، أصحابه فروا عنه في أحد وحصلت منهم ترددات وضعف في أكثر من غزوة، وليس هذا مكانها، حتى أن القرآن جعل الواحد بعشرة: إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا 200. الواحد بعشرة، تالي صار الواحد باثنين، تنزلوا لضعفهم. أصحاب علي من لهم، حتى قيل أنه خاطب معاوية للمبادلة، مبادلة الدينار بالدرهم، أعطيك عشرة تعطيني واحد. أما أصحاب الحسن فتخاذلهم بين، رئيس جيش ابن عمه يغدر به، إن شئت تسلمناك الحسن. أما جيش الحسين، جيش الحسين راسلوه أكثر من 20,000 واحد، من اللي بقى اللي قاتل معه 70، طبعا بعضهم سجن بعضهم منع من الخروج، لكن واضح أن الكثير انقلبوا، حتى صار يخاطب بعض من راسله وهم قد نزلوا لقتله في المعسكر الآخر. صاحب الزمان على عاتقه أن يظهر الدين على الدين كله، يعني على الأرض، وبالتالي
لابد أن يكون له رجال كما توصفهم الروايات، لو أمرهم أن يزيلوا الجبال لأزالوها. كيف ينصنعون؟ ينصنعون بالامتحان والابتلاء والشدة بعد الشدة. وقد في الرواية سأل جابر الجعفي إمامنا الباقر قال له متى يكون فرجكم، يعني متى إمام الموعود صير الدولة دولتكم؟ قال الإمام هيهات هيهات، لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا، يقولها ثلاثا حتى يذهب الله تعالى الكدر ويبقي الصفو. يعني الامتحانات تسقط تسقط تسقط، اللي بقى ويا الحسين أكثر من علامة موت، والحسين يرخصهم وهم يقولون نحن نخليك. كانوا يبكون أنهم يملكون نفس واحدة، تمنوا كل واحد يملك 1000 نفس حتى يدفعوا عن الحسين، يرخصهم ويبرر لهم إن قتلوني ما فكروا في أحد منكم، يريدوني أنا، بقاءكم ما يمنع القتل عني. مصرون. فإذا كنا في طور إعداد لأنصار صاحب الزمان، ما هي الدول اللي ذكرت في النصوص لها ثقل؟ روايات تذكر راية خراسان، يعني خراسان إيران، روايات تكلم عن راية اليماني، رواية تكلم عن القوة المضادة راية السفياني في الشام، وتتكلم عن ما سيجري على العراق، والعراق هي عاصمة الإمام. بالتالي من الطبيعي أنه الرايات التي ستنصر الإمام تحتاج إلى غربلة وغربلة وغربلة، حتى إذا خرج الإمام تكون في موضع المسؤولية ولا تنكسر، وتكون صاحبة بصيرة ولا تخدع. فإذا هذه الدول على حسب منطوق الروايات بتحتاج إلى ابتلاءات عصيبة وشديدة ينصنع منها الرجال. أختم بهذه الرواية، قال إمامنا الباقر كما في الرواية إنما مثل شيعتنا مثل أندر، مكان اللي يحطون فيه الحبوب قد تداس مثل القمح وغيره، فأصابه آكل دود يأكله فنقي، يعني عقب ما أكل منا الدود نقينا من الحشرات من الدود الآكل من السوس مثلا، ثم أصابه آكل فنقي، يعني أكثر من شدة، حتى بقي منه ما لا يضره الآكل، خلاص الآن ما يتأثر بوجود أي حشرة. وكذلك شيعتها يميزون ويمحصون حتى تبقى منهم عصابة لا تضرها الفتنة. إذن الإنسان إذا نظر إلى مرحلة اللي يعيشها هو الحقبة التاريخية يتوقع أن تحل بالمؤمنين امتحانات صعبة، لكنه إذا تعلم في مدرسة القرآن ومدرسة العترة يعرف أن هذه عملية صناعة وإعداد لإمامنا صاحب العصر والزمان. استغفر الله لي ولكم ولأرواح الشهداء. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.